اليوم بدنا نكمل الموضوع اللي تكلمنا فيه اللقاء اللي فات عن تأثير التمبريتشر على البارامترز اللي بتخص السيمي كوندكتور دايود. حكينا انه في شغله مهمه كثير بتصير، انه لما بترتفع درجه الحراره لها تأثير مباشر على قيمه الريفرس ساتوريشن كرنت او التيار التسريبي في حاله الانحياز العكسي. شفنا انه العلاقه الرياضيه هاي بتوضح تأثير درجه الحراره على الريفرس ساتوريشن كرنت، واخذنا عليها مثال. لا الريفرس طبعا التغير درجه الحراره مش فقط بياثر على الاي اس، وانما بياثر كمان على الفورورد فولتج دروب او قيمه البارير بوتنشال. تذكروا احنا لما كنا نحكي البارير بوتنشال في التقريب الثاني مثلا للديود في حاله لما يكون مصنوع من السيليكون بتكون قيمته 7 بالعشرة، بس في ارفقنا مع المعلومه هاي شغله كثير مهمه عند الروم تمبريتشر، واضح كيف؟ ونفس الشيء في الجرمانيوم 3 بالعشرة فولت عند الروم تمبريتشر. طب هل يا ترى لو ارتفعت درجه الحراره عن الروم تمبريتشر او قلت بتضل البارير بوتنشال قيمتها 7 بالعشرة او 3 بالعشرة، ولا راح تقل او تزيد؟ اكيد راح تتغير معي، فالتغير تبعها رح نشرحه هون في هذا الموضوع. بيحكي هون انه الفورورد فولتج دروب الفي اف او البارير بوتنشال بتقل كل ما بتزيد درجه الحراره. طبعا الانخفاض بالفي اف عندما ترتفع درجه الحراره درجه مئويه واحده بسموه الكوفيشنت. هلا في عندنا للسيليكون دايت كوفيشنت وفي للجرمانيوم دايت كوفيشنت. هذا الكوفيشنت شو بيحكي؟ بقول انه من التجارب اللي اجروها العلماء على السيليكون بالجرمانيوم دايود، لما كانوا مثلا يعني كيف بدي اقول، يعني تجيب هاي الدايود انت عندك بهذا الشكل حاطه في دائره الكترونيه بسيطه كثير، واضح كيف؟ وفي عندنا هون مصدر تغذيه، شايفين كيف؟ وعندي حاطط جهاز فولت ميتر بيقرا فرق الجهد او الفي اف على اطراف الدايود، تمام؟ هلا لما احنا الدائره شغاله عندنا مثلا على قيمه جهد ثابته 5 فولت، وعندي هون قيمه مقاومه فلنفرض 10 اوم. طيب خلينا نصير مثلا نرفع درجه الحراره، يعني 1 درجه 0 1 2 3 4 5، شافوا العلماء انه قيمه الفي اف بتتغير معنا، فتغيرها معنا وصلهم لقيمه الكوفيشنت هاي اللي في السيليكون وقيمه الكوفيشنت في الجرمانيوم. هذه الكوفيشنت شو بتحكي؟ انه حسب يعني اذا بدك تقرا هذا الرقم تفهم ايش هو بالضبط، بقول لك انه كل ما ترتفع درجه الحراره الدايود درجه مئويه واحده بصير في عندك دروب بنخفض، يعني الفي اف بدك تطرح منه 2.3 ملي فولت. يعني فلنفرض عندي انا سيليكون دايود، واضح هذا سيليكون دايود كانت عندنا الفي اف عليه قديش بتساوي 7 بالعشرة فولت، فلنفرض اوكي عند قديش عندما كانت تتم استنى شوي صغيره عند ما كانت التمبريتشر بتساوي مثلا 20 درجه مئويه. طيب لما رفعنا درجة الحرارة درجة مئوية واحدة صارت 21 درجة مئوية، ايش اللي بده يصير؟ اللي بده يصير انك بدك تطرح من 7 بالعشرة الرقم هذا اللي هو ناقص 2.3 ملي فولت، يعني بده يصير الجهد الفعلي على اطراف الديود هيك بصير 2.3 ضرب 10 قوة ناقص 3، هذا عبارة عن فولت دروب على اطراف الديود لما بترتفع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة. هلا ايش بخصوص الجرمانيوم دايد؟ له ديفرنت تمبريتشر كوفشن، واضح كيف؟ لان الماتيريال المستخدمة مختلفة. في بتساوي ناقص 2.12 ملي فولت لكل درجة مئوية واحدة، يعني كل ما بترتفع درجة التمبريتشر على جنكشن تمبريتشر على الدايود درجة مئوية واحدة بصير في عندنا انخفاض بقيمة الفورورد فولتج دروب بمقدار 2.12 ملي فولت، واضح كيف؟ الصيغة الرياضية اللي موجودة هون بتفرجيني العلاقة المباشرة اللي بتربط بين الفورورد فولتج دروب اوكي الفي اف 2 عند تي 2 والفي اف 1 عند تي 1 مع وجود الكوفيشن. هلا خلينا نشوف مثال، المثال هذا بيحكي انه في عندنا سيليكون دايود عليه الفورورد فولتج دروب فرق الجهد بين الانود والكاثود 7 بالعشرة في حالة الانحياز الامامي، كانت هذه كان هذا الجهد عند مكانة التمبريتشر 27 درجة مئوية، يعني هذا ايش؟ هذه بنسميها في اف 1 وهي بنسميها تي 1، تمام؟ هلا بدي السؤال قديش قيمة
البي اف الجديده او البي اف 2 الجديده، اذا كانت التمبريتشر ارتفعت من 27 درجه مئويه رفعناها ل 77 درجه مئويه. اللي راح يصير كالاتي: تعويض مباشر في القانون. هلا في اف 1 7 بالعشره وتي 1 27 درجه مئويه، تي 2 77. هلا بدنا نشوف قديش الفي اف 2 بتطلع معنا. بشوف انه في اف هي عوضنا 7 بالعشره في اف 1، تي 2 الحراره الجديده 77 درجه مئويه، تي 1 عباره عن الحراره السابقه 27 درجه مئويه. الكوفيشنت هون ليش استخدمنا 2.3 ضرب 10 قوس سالب 3 مش الرقم الثاني؟ السبب بسيط كثير، لانه الدايود مصنوع هون كاتب السيليكون دايود، بتستخدم الفيجر اللي موجود هون. هذا الكوفيشنت لما بتيجي تعوضه لازم تحط اشاره سالبه عشان تفرجي انه في علاقه عكسيه بين ارتفاع درجه الحراره ويشوي الانخفاض بالفورورد فولتج دروب. فالملاحظ هون انه لما رفعنا درجه الحراره من رفعنا درجة الحرارة من 27 درجة مئوية رفعناها ل 77 درجة مئوية، صار عندك الفورورد فولتج دروب بطل قد ايه 7 بالعشرة، قديش انخفض معنا ل 585 بالالف فولت. واضح كيف؟ طبعا حتى الرسم اللي موجودة عندي اياها هون بتمثل بتوضح بالضبط ايش تغير درجة الحرارة على الفورورد فولتج دروب، وبوضح لي كمان تغير درجة الحرارة على الريفيرس ساتوريشن كيرف. بس قبل هيك حكينا انه هاي الكاركترستيك كيرف يعني المطابقة لأي وضعية، لأي مثلا ابروكسيميشنز من الابروكسيميشنز اللي اخذناهم سابقا، هذه ما بتطابق لا الابروكسيميشن الاول ولا الثاني، لانه لو جينا طلعنا عليهم مثلا للتذكير فقط، يعني هذا الفيرست ابروكسيميشن شفناه هيك والسكند ابروكسيميشن كان شكله هيك، طب هل يا ترى راح يكون مقارب للثيرد ابروكسيميشن؟ لا، في اختلاف. هو عبارة عن هذه الرسمة مطابقة للفورث ابروكسيميشن اللي بتاخذ تأثير كل البارامترز على أداء الديود، سواء كان بيشتغل في وضعية الانحياز الأمامي أو وضعية الانحياز العكسي، وأهمها إيش؟ التمبريتشر. مفهوم كيف؟ عشان هيك بدنا نلجأ لإيش؟ للريال أو الكومبليت فولتج كرنت بيهيفير أوف بي انجكشن. طيب اللي شايفينه هون هذه دائرة بسيطة كثير. الدائرة هذه بتحكي إنه الدايود مثلا حاطينه في وضعية انحياز أمامي في دائرة كهربائية زي ما احنا شايفين هاي. هلا هذه الدائرة حتى نشوف العلاقة بين الجهد والتيار، أوكي، بدي أجي أوصل بدي أجي أشوف إنه هذا الجهد اللي بده يمر خلال الدايود، عفوا الجهد بسميه في اف، والتيار اللي مار خلال الدايود إيش بدنا نسميه؟ بدنا نسميه اي اف. هلا العلاقة اللي بتربط بينهم الاثنين بتكون افكتيفلي موضحة في الركن الأول، لانه هذه لانه افكتيف تربط بين الاي اف والفي اف، والردي هذول بيكونوا عندنا قيمهم موجبه. واضح كيف؟ اللي شايفينه هون انه هذا الدايود نفسه لما كانت التمبريتشر عليه قديش قيمتها 27 درجه مئويه، مثلا عندي 27 درجه مئويه قديش كان الفورورد فولتج دروب عليه؟ 7 بالعشرة. طيب هذه حتى نوضح كيف للطلاب كيف هذه بتصير، انه انت بتجيب هاي جهد البطاريه مثلا بتزيد معك بتغير مثلا من الصفر لحد العشرة فولت. طيب خلينا شوي شوي نزيد في قيمة جهد البطارية ونشوف كيف الخط هذا بتولد معنا. هاي شرحناها سابقا في الابروكسيميشنز الثلاثة. طيب هلا زيرو هاي جهد هاي عبارة عن الفي بي، تمام؟ هلا زدنا صفر، عشر، عشرين، ثلاثة، أربعة بالعشرة، خمسة بالعشرة، ستة بالعشرة، وهي سبعة بالعشرة. واضح كيف؟ هذه الجهود كلياتها ايش مالها؟ ما قدرت تتغلب على السبعة بالعشرة تبع جهد الدايود. عشانها ما قدرت تتغلب على السبعة بالعشرة الخاصة بجهد الدايود، الدايود هون شو بده يكون افكتفلي شغال في وضعية الاوف ستيت. كيف يعني في الاوف ستيت؟ انه ما بكون ما بقدر يمرر تيار من خلاله. واضح؟ فعشان هيك الخط هذه النقاط لو بدي اجي ارسمها، الكل فيكم حكينا سابقا انه بتعرفوا مثلا خليني اشوف فرجيكم هون الرسمه هذه اللي شفناها مثلا هذه او بلاش خليني احكي لكم اياها هون. حكينا انه في حاله الانحياز الامامي الجهود هاي لانه الدايت بيكون موجود في وضعيه الاوف ستيت، التيار تقريبا بيكون قيمته صفر، فالفولتج دروب على هاي المقاومه تقريبا بيكون صفر، فعشان هذه هيك بتصير شورت سيركت. فاذا الجهد اللي ظاهر على اطراف الجهد اللي موجود على اطراف البطاريه، هاي الجهود هاي من الصفر اول ذا واي اب لحد السبعه والعشره، وين كلياتها بتظهر؟
على أطراف الديود. فأنت هون تقدر تشكل مجموعة نقاط، مجموعة النقاط اللي راح تتشكل عندي اللي بتربط بين الجهد والتيار، وبتساعدني كثير في تشكيل الرسم اللي موجودة هون. بتكون هيك شكلها النقطة دائما، كيف بتكون X و Y. شو هو ال X؟ جهد، وال Y عبارة عن التيار VF و IF. واضح كيف؟ طيب تعال نشوف هلا قديش النقطة الأولى لما كان جهد البطارية صفر، قديش الفورورد فولتج ضرب على الدايت صفر والتيار عندي صفر. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية عشر والتيار بضل صفر. هلا بالتالي الطالب بقول ال VF هذه هي نفسها راح يكون جهد البطارية أكيد، لأنه هذا راح يكون عبارة عن شورت سيركت. فأي جهد بتحطه هون أقل من الجهد البارير بوتنشال أو يساوي جهد البارير بوتنشال، طول ما الدايود موجود في وضعية الأوف ستيت باستمرار هذا الجهد راح يظهر على أطراف الدايود. القيمة الثانية 20 فولت وصفر، 3 بالعشرة فولت وصفر. هذه الجهود النقاط اللي موجودة هون لو بدي أرسمها راح تشكل الخط الأزرق اللي ملاصق تقريبا للبوزيتيف اكس اكسس. مفهوم كيف؟ طيب هلا احنا بدنا نكمل في اللحظة اللي رفعنا فيها جهد البطارية من 7 بالعشرة ل 8 بالعشرة، واحد واثنين وثلاثة لحد ما وصلنا ل 10 فولت. هذه الجهود كلياتها ايش مالها؟ اتغلبت على البارير بوتنشال اللي قيمته 7 بالعشرة. فهيك على طول الدايود تحول من وضعيه الاوف ستيت لوضعيه الاون ستيت. هلا في حاله الاون ستيت اللي بصير انه تشكل عندنا تيار اسمه اي فورورد، وتشكل عندي جهد على اطراف الدايود ايش بسموه الفي فورورد. واضح كيف؟ فالخط راح يطلع معنا بهذا الشكل زي ما انتم شايفين هون. في حدا بيسال هذا شو شو؟ طب دكتور بالحالات السابقه كان اصفار، ليش ما كان ملاصق المحور السينات؟ استنى كان اصفار. اسراء عاد احكي لي على المايك اذا بتقدر، مش فاهم شو السؤال. دكتور هسه بالحالات السابقه اللي مثلناها صفر وصفر وواحد بالعشره وصفر واثنين بالعشره وصفر، مش كان على اي تقريب بدك تحكي؟ لا هسه حكينا اللي قبل شوي حكينا. هون يا استاذ شو هون؟ لا شوي على الرسم، على الرسم الاخيره اللي كنا نشرح عليها. هذه. طيب مالها هذه؟ ليش ما كان الخط اللي تحت ملاصق لمحور السينات مش اصفار القيم؟ بتضل هو فعليا احنا يعني هذا براكتيكال موديل اللي صاير عندنا هون، ببلش يمرر التيار قليل جدا، يعني مش بالضروره يكون التيار قيمته صفر زي ما كنا نشوفه. طبعا زي ما كنا نشوف بالتقريبات هذه حاله، يعني كيف بدي اقول لك، هذا بس شيء تقريبي يعني، بس فعليا شو مكتوب عليها هذه الريال، الريال هذه الحاله الفعليه. لانت لما تروحي مثلا على المختبر، واضح بعيد وبحكي، لما واحد فيكم ياخذ هذا الدايود في المختبر ويوصله مع دائره كهربائيه بسيطه هيك، ويركب جهاز اميتر ويركب جهاز فولت ميتر، وحاول يشوف العلاقه بين الجهد والتيار للدايود في حاله الانحياز الامامي والعكسي، ويصير يبلش ياخذ نقاط مثل مجموعه نقاط كبيره ويرسم هذه النقاط، هيك الشكل راح يطلع معه. ما راح يطلع معه ايش؟ التقريبات. هذول ايش اسمه؟ ابروكسيميشنز. شو يعني ابروكسيميشنز؟ شيء تقريبي، يعني قديش بتكون في، بكون في نسبه خطا، اكيد في عندنا نسبه خطا. احنا يعني في اشياء افكتفلي غضينا الطرف عنها، اللي هي زي ما شفنا في التقريب الاول والثاني والثالث، كنا دائما الخطوط هاي لما كانت دايت في وضعيه الاوف ستيت كنا نحطه ملاصق 100% للبوزيتيف اكس اكسس. بس ايش افكتفلي بكون في عندنا كميه تيار بسيطه، بس شفنا في التقريب انه بنقدر نتخلص من هذا التيار افكتيف، نعتبره قيمته صفر لما كانت ديت في وضعيه الاوف ستيت. هلا هذه التسميه اللي موجوده هون طلع عليها، هذول ابروكسيميشنز تقريبات. اوكي الابروكسيميشنز فيهم نسبه خطا، هذا ايش اسمه؟ ريال. شو يعني واقع 100%؟ واضح كيف؟ اللي ظاهر عندي هون انه الخط ما بكون ملاصق 100% على البوزيتيف اكس اكسس، ببلش التيار يزيد شوي شوي. مفهوم كيف؟ بس بتكون الزياده هذه القيمه اللي موجوده هون عند النقطه هاي، بتكون التيار عندنا قيمه كثير قليله، بس احنا ما اهملناها زي ما شفنا في الابروكسيميشنز، اخذ حطينا لها قيمه بدليل انه الخط عندي منحني بهذا الشكل. واضح كيف؟ طيب خلينا هلا شو استنى وقت انا. طيب فاللي صاير انه احنا لما استنى، في حدا بيسال سؤال ثاني؟ واضح. طيب
لما زدنا جهد البطارية صارت المسافة طويلة لأنه إحنا عم بزيد. طلع كيف بتزيد؟ هاي النقطة الأولى صفر، أوكي، عشر، 20، 3 بالعشر، 4 بالعشر، 5 بالعشرة، 6 بالعشرة، 7 بالعشرة، وصلنا هون. هلأ في اللحظة اللي صار فيها جهد البطارية أعلى من جهد البارير بوتنشال اللي قيمته 7 بالعشرة، على طول الدايود انتقل، صار عليه فول ترانزيشن. كيف يعني فول ترانزيشن؟ انتقل من مرحلة الاوف ستيت لوضعية ثانية تسمى الاون ستيت. هلا في وضعية الاون ستيت بده يتشكل عندي حاجتين على اطراف الدايود، تيار وجهد. التيار هذا اسمه اي فورورد، والجهد هذا اسمه في فورورد. فكل مرة بنضل نزيد الجهد تبع مصدر التغذية 8 بالعشرة، 1 فولت، 2 فولت، 3 فولت، 4 فولت، باستمرار النقاط راح تضلها تتشكل عندي هون، اوكي، مع زيادة جهد البطارية. هلا إذا حكينا إنه جهد البطارية للديود، عشان برسم مع الماوس لو معي قلم أكيد بكون خطي أوضح، مش مشكلة. هلا جهد البطارية بنزيده من الصفر فولتج لحد ال 10 فولت. هلا عند ال 10 فولت وين بكون الخط موجود عندي هون؟ واضح كيف؟ طيب هلا هذا الدايود نفسه شو سوينا؟ المفروض احنا حطينا التمبريتشر هون 77 درجه مئويه، مش مشكله، رفعنا التمبريتشر من 27 درجه مئويه ل 82، نفس الدايود نفس الدائره، ما غيرناش ولا حاجه، بس رفعنا التمبريتشر. هلا لما رفعنا التمبريتشر افكتفلي شو بصير في الفورورد فولتج دروب؟ بتقل. شو يعني؟ الدايود بيحكي بيقول انه في الحاله هذه بدل ما بدي انا 7 يعني بدل ما يكون جهد البطارية أعلى من 7 بالعشرة حتى أقدر أشتغل في وضعية الأون ستيت، لما بترفع درجة الحرارة عندي بصير عندي الفورورد فولتج دروب قليلة، يمكن تقل. مثلا خلينا نحكي جدلا، كانت هون قد إيه 7 بالعشرة، هون قلت مثلا وصلت، خلينا نقول قديش، 6 أو 5 بالعشرة، هيك 5 بالعشرة. هلا هون بصير عندك الفورورد فولتج دروب على الحرارة العالية قليلة، فهيك المرحنى الخط هذا الاحمر بكون راجع لورا. السبب بسيط، ليش؟ لانه بدك قيمه جهد اقل من البطاريه. قبل شوي قديش كان جهد البطاريه لما بلش ينتقل من وضعيه عمل ترانزيشن من حاله الاوف ستيت للاون ستيت؟ لما كان جهد البطاريه 8 بالعشره، بينما هون قديش بيوصل جهد البطاريه اذا بدنا ننقله من حاله الاوف ستيت لحاله الاون ستيت الموجوده هون؟ 6 بالعشرة فولت، جهد أقل. فهيك المنحنى بكون معنا هيك شكله، واضح كيف؟ فهذا المنحنى الخط هذا اللي شايفينه هون قيم الجهد على الخط الأحمر أقل من قيم الجهد اللي موجودة هون، واضح؟ لأنه الفي اف عند الحرارة العالية شو صار فيها؟ قلت، واضح؟ قلت، صارت يعني عند النص فولت. خليني أوضح لك إياها بالأرقام، خلينا نرجع نعمل التجربة كمان مرة. هذا الديود رفعنا التمبريتشر عليه لقديش؟ ل 82 درجه مئويه، اوكي. هلا بلشنا نزيد في جهد البطاريه، هاي جهد البطاريه صرنا نزيد صفر على ولا اقل من البرير، من مثلا النص فولت اقل اوف ستيت. طيب عشر، العشر اقل من النص، ضلوا في الاوف ستيت. طيب 20 اوف ستيت، 3 بالعشره بالاوف ستيت، 4 بالعشره برضه اوف ستيت، 5 بالعشره اوف ستيت. هدول كل القيم هاي تبع جهد البطاريه راح تضلها تخلي الدايود وين؟ موجود في وضعيه الاوف ستيت. كيف يعني وضعيه الاوف ستيت؟ انه الدايود بيظهر الجهد تبع البطاريه على اطرافه، واضح كيف؟ بس التيار قديش بيكون قيمته؟ قليله جدا، او قيمته تقول للصفر. فهذه النقاط لو بدي اجي احددها اكس وواي، شو الاكس؟ عباره عن الجو الفي اف، والواي اللي هو عباره عن التيار، واضح كيف؟ فبتصير عندك صفر وصفر. القيمه الثانيه ايش؟ في اف قديش بتكون؟ 10، وقيمه مثلا تقريبا صفر، هذه صفر، هاي النقطه الثانيه، النقطه اللي بعدها صفر، وهذه 20. هذه النقاط لو بدي اجي ارسمها هون، اوكي، راح تمثل ايش؟ الخط الاحمر اللي موجود هون. هذا الخط الاحمر بأكد لي 100% انه الدايد موجود في وضعيه الاوف ستيت. هلا في اللحظه اللي ضلينا نزيد فيها جهد، في اللحظه اللي زاد جهد البطاريه ووصل 6 بالعشرة فولت، هون احنا بنلاحظ انه في عندنا ريماركبل تشينج. شو صار؟ 6 بالعشرة زادت عن قد ايه؟ النص فولت. اكيد هون راح تحط الدايد في وضعيه الاون ستيت. اذا ببلش الخط شو ماله؟ خلينا نشوف على الريزر. اوكي، ببلش هاي من هذه نقطة التحول، هاي نقطة التحول.
اللي تحول فيها الديد من وضعية الاوف ستيت لوضعية الاون ستيت. هلا عند الستة بالعشرة ببلش الديد يدخل في مرحلة الاون ستيت. كيف يعني اون ستيت؟ بصير يتشكل التيار اللي مار خلاله بحيث تكون مقداره كبير significantly large، مفهوم كيف؟ فهلا 6 بالعشرة، 7 بالعشرة، 8 بالعشرة للواحد للعشرة فولت، كلياتها هذه القيم ايش مالها؟ راح تتشكل هون. يعني لو احنا نضل نزيد في جهد البطاريه نيجي نشوف شو العلاقه بين التيار والجهد على الديود، راح تتكون عندك النقاط هون، هذه النقاط اللي شايفينها هون، واضح كيف؟ اوكي؟ هذه يعني هيك احنا فهمنا بالضبط كيف تأثير التمبريتشر على الفورورد فولتج دروب، وشفنا كيف الرسمة بتكون معانا في وضعية الانحياز الأمامي، مرة لما تكون التمبريتشر قليلة، مرة لما تكون التمبريتشر عالية. قبل ما أكمل الجزء اللي بعده، في ضروري حدا عنده سؤال أو استفسار يسألني. واضح؟ لا، رفع درجة الحرارة صحيح انه الفورورد فولتج دروب بقل وبصير يشتغل الدايود على جهد اقل، بس في بيأثر على حاجة ثانية مش مرغوبة من مرة، هلا بحكي لك اياها شوي. طيب ركزوا معي هلا. الحاجة الثانية احنا حكينا تأثير التمبريتر على حاجتين حسب ما احنا شايفين امامنا. هلا درسنا تأثير زيادة تغير درجة الحرارة على الفي اف او الفورورد فولتج دروب، هلا بدنا نشوف تأثير درجة تغير درجة الحرارة على ايش؟ على التيار التسريبي اللي بمر خلال الديود في حالة الانحياز العكسي. إذا جينا نطلع هون بنشوف إنه حكينا سابقا، بس للتذكير، حكينا إنه دائما التيار التسريبي بيتضاعف معنا كل ما ترتفع درجة الحرارة 10 أضعاف، 10 درجات، سوري مش 10 أضعاف، 10 درجات، واضح؟ طيب خلينا نشوف هون وين التيار التسريبي بيكون أعلى، عند ال 27 درجة مئوية ولا عند ال 82 درجة مئوية؟ عند ال 27 درجة مئوية الكل بيتفق معي إنه التيار التسريبي بتكون قيمته قليلة زي ما احنا شايفين، هيو هذا مقدار قليل، بينما لما رفعنا التمبشر ل 82 درجة مئوية شو بصير في التيار التسريبي؟ راح يزيد معنا، واضح كيف؟ التيار التسريبي هون راح يزيد معنا. فهذا هو اللي، فعشان هيك لو بدك تستخدم الدايود في الحياة العملية بشكل سليم بدون ما يفقد خصائصه ويضلوا أداؤه منيح كثير، مهم جدا تكون التمبريتر عليه قليلة. صح إنه الفورورد فولتج دروب بتكون شوي عالية، بدك تعطيه شوي جهد عالي، يعني بتساوي 8 7 بالعشرة أعلى من 6 5 بالعشرة، بس إحنا الأكثر إشي بخرب علينا اللي هو التيار التسريبي. إذا كان التيار التسريبي قيمته عالية هذا إيش؟ بيخلي الديود ما يشتغل بشكل جيد. يفضل دائما التيار التسريبي تكون قيمته أقل ما يمكن، واضح كيف؟ هذا شوي، في حدا عنده سؤال؟ خصائص السيليكون، تمام. أوكي، هذا كل شيء بيتعلق بالمثالين هون. في حكينا تأثير درجة الحرارة على الاي اس والفي اف. طيب في حاجة كتير مهمة ثالثة هون، بدنا نشوف الريفيرس كاركترستكس، الدايود ان ريفيرس بايس مود. هون بدنا يعني هذه ندخل فيها بالتفصيل أكثر. إحنا بنعرف تماما كيف، لو واحد جينا سألناه كيف بدك تشغل الدايود في وضعية انحياز عكسي بيقدر يلجأ للدائرة اللي موجودة هون، بس إحنا مع وجود الدائرة هاي بدنا نشوف كيف العلاقة بين الجهد والتيار بتكون براكتيكالي بشكل عملي بدون اللجوء للابروكسيميشنز. هلا في الابروكسيميشنز هذا على المنحنى اللي موجود هون في حاله الانحياز العكسي، تعال نشوف، ما شفناه لا بالتقريب الاول ولا الثاني ولا الثالث. تعال تشوف التقريب الاول مش موجود، طلع كيف شكله؟ استنى اشوف وين رحنا. هيك شكله، واضح؟ بينما بالتقريب الثاني كيف كان؟ برضه هيك. التقريب الثالث هيك كان، مش واضح كثير.
فعشان افضل شيء ناخذ احنا نتعامل مع الريال فولتج كرنت بيهيفير للديود، ونشوف هذا المنحنى ليش بكون معنا شكله هيك، ندرسه منيح، نحاول نفهمه وندرسه منيح منيح. مين محمد؟ إذا بتقدر تسألني على المايكروفون أحسن. محمد تفضل. دكتور، يعني السيليكوم والجرمانيوم مالهم؟ بتأثروا بالحرارة مظبوط؟ أكيد يا زلمة. هسا مين أحسن أحطه بالدوائر اللي بتأثرش صح؟ لا أنا بقول لك حكيناها سابقا. هي استنى أفرجيك. هلا في عندنا هون، هي تعال نشوف التيار التسريبي، هذا عامل حاسم مهم جدا بيقدر يحدد لك اي ديود تستخدم. هلا بناء على المعطيات اللي شايفها امامك انت هون، حكينا انه التيار التسريبي في السيليكون ديود بتراوح ما بين 1 ضرب 10 قوه سالب 10 ل 1 ضرب 10 قوه سالب 12، بينما في الجرمانيوم ديود قيمته بالضبط 1 ضرب 10 قوه سالب 4. هل يا ترى وين الاقل وين الاكثر؟ اكيد ال1 ضرب 10 قوه سالب 4 اكثر بكثير. يعني في الجرمانيوم في عندنا قيمه تيار تسريبي عالية جدا مش بسيطة، واضح كيف؟ عادات السيليكون أحسن. فعشان هيك احنا بنفضل نستخدم السيليكون دايود، واضح كيف؟ هذه الخلاصة. طيب هون احنا بدنا نفهم هذا الكاركترستيك كيف بكون هيك شكله. يعني هذه المنطقة اللي موجودة هون، هل يا ترى تقدر، يعني هل يا ترى الدايود هون بيكون شغال سيفلي ولا يمكن تكون هذه الوضعية بشكل خطر على الدايود؟ وبرضه نشوف المنطقة اللي موجودة هون، هل هذه لازم نتجنبها ولا هاي وضعية طبيعية للدايود؟ هلا في سياق الشرح رح نفهم بالضبط هذا الحكي. أول إشي حتى تقدر تشغل تكون هذا المنحنى زي ما احنا شايفينه هون، بدك تجيب سيمبل الكترونيك سيركت للدايود مكونة من 3 عناصر، مصدر تغذية متغير من الصفر لل 100 فولت، سيمي كوندكتر دايود نوعه سيليكون معاكس الأقطاب عليه زي ما انتم شايفين هيك، والشغلة الثالثة بده يكون كرنت ليميتنج ريزستور. هلا هون احنا خلينا نقاط هاي بحكي عنها بعدين. طيب هلا بدي اجي احط الكاثود على القطبيه الموجبه، والانود افكتفلي بيكون موصول بشكل غير مباشر على القطبيه السالبه، واضح كيف؟ حكينا احنا بدناش نلجا للتقريبات، لان التقريبات تعاملوا مع التيار عشانه قليل كثير قيمته صفر. حكينا احنا لما انت مثلا بتصير تزيد في شوي صغيره، بتصير تزيد في جهد البطاريه 1 فولت 2 فولت 3 فولت 4 فولت، بكون بتشكل عندنا تيار تسريبي. هذا التيار التسريبي لو كانت عندنا درجه الحراره ثابته بكون التيار التسريبي ثابت. يعني خلينا نفرض انه قيمته قديش، 10 ضرب 10 قوه سالب 10 امبير، قليل كثير. ليش؟ لانه الدايود اللي مستخدمينه عباره عن سيليكون دايود. طيب هلا هون خلينا نشوف، لما بزيد جهد البطاريه 1 فولت 2 فولت 3 فولت 4 فولت 5 فولت لحد خلينا نقول لل 10 فولت، اوكي، التيار التسريبي بضل ثابت على هذا المقدار. ليش؟ لانه التمبريتشر على الدايود حكينا انها ثابته، ما غيرناش فيها شيء، كل اللي بنغيره هون جهد البطاريه. هلا جيت قلت لك انت هون مهمتك تاخذ تاثير تغير جهد البطاريه على فرق الجهد على اطراف الدايود مع التيار التسريبي وترسم لي الخط اللي موجود هون. شو بدك تعمل؟ بتقول بكل بساطة أنا شو بدي أعمل حتى أقدر أرسم أي خط على مستوى الديكارتي؟ بدي نقطة، بوينت. النقطة بتكون إكس وواي، الإكس اللي هو عبارة عن الجهد والواي عبارة عن التيار. بس الجهد عندنا إياه شو بنسميه؟ ريفرس فولتج، صح ولا لا؟ هلا أي جهد على الدايود لما يكون الدايود محطوط في وضعية انحياز عكسي شو بنسميه هذا الجهد؟ ريفرس فولتج. طيب وأي تيار مار خلال الدايود لو كان قليل جدا بس في الانحياز العكسي شو بنسمي هذا التيار؟ ريفرس كرنت. فعشان هيك الاكس والواي هون عباره عن الفي ار والاي ار، واضح كيف؟ طيب هلا تعال نشوف الفي ار هاي، اوكي، بدها تساوي جهد البطاريه. ليش بسال الطالب؟ هذا حكيناها اكثر من مره اللقاء اللي فات. السبب بسيط كثير، اول شيء التيار التسريبي طلعوا لي عليه 10 ضرب 10 قوس سالب 10 امب، هذا الرقم اللي موجود هون جدا قليل، واضح؟ بغض النظر قديش قيمه الكرنت ليميتنج ريزستر اللي موجوده هون، لما تضرب هذا التيار اللي مار في المقاومه
في قيمة المقاومة، قديش الفولتج دروب على هاي المقاومة راح تصير؟ جدا قيمتها قليلة، تقريبا ال في ار هون قديش راح تساوي؟ تقريبا صفر، وكأنه هذا صار عندي شورت سيركت. فعشان هيك أي جهد بتحطه على البطارية هون 1 2 فولت 3 فولت 4 فولت، وين بده يظهر؟ بده يظهر على أطراف الديود، صح ولا لا؟ الجهد اللي بيظهر على أطراف الديود هو عبارة عن في ار، مفهوم كيف؟ وحكينا دائما وأبدا القطبية تبعت الفي ار والاي ار دائما ايش بكونوا؟ سوالب. عشان هيك لما تشوف انت هون هي قيمة الفي ار هون، لما تاخذ قيم بتكون سالبة، والاي ار بياخذ سالب قيم سالبة. عشان هيك العلاقة اللي بتربط بينهم الاثنين وين بتيجي؟ على المستوى الديكارتي، دائما في الربع الثالث، مفهوم كيف؟ طيب هلا لما انا هاي جهود البطارية، خلينا نقول هاي عبارة عن الفي بي، اوكي، رفعناها من 1 2 3 4 5 لل 10 فولت، خليها لهيك، اوكي. هلا في المقابل شو بيصير عندنا؟ بيصير عندك لما كان جهد البطاريه 1 فولت، فالفي ار بتكون سالب 1، والتيار قديش بيكون مقداره؟ الاي ار هذا، بقدرش اكتبه كل الرقم عشان نكتبه. طيب لما رفعنا جهد البطاريه من 1 ل 2 فولت، فشو بدها تساوي؟ سالب 2 واي ار. هلا رفعنا جهد البطاريه ل 3 فولت، قديش بيصير التيار والجهد على الدايود؟ سالب 3 والاي ار. طيب هذه النقاط اللي موجوده هون، لو جينا حكينا لاي حدا منكم رسموا لي اياها على المستوى الديكارتي، شو بدها تيجي؟ وين بدها تيجي بالضبط؟ راح تيجي النقطه الاولى هون او هون، مش مشكله، هون، النقطه الثانيه هون، هون، هون. هذه شو مالها؟ الملاحظ هون انه التيار ثابت، التيار التسريبي ثابت على هذا المقدار. والحاجه الثانيه انه طول ما انت بتزيد في جهد البطاريه، الفي ار تأثر بشكل كبير بقيمة جهد البطارية. فعشان هيك الحركة كيف عندنا بتكون؟ من الأوريجين باتجاه النيجاتيف اكس اكس، هيك بتكون الحركة، واضح كيف؟ هلا عمليا تصل مرحلة بتضلك تزيد في الجهد، بدك توصله للمية، بتشوف انه الدايود هذا مثلا لما تشوف الداتا شيت تبعته في عليه في بي ار، هي الرقم اللي موجود هون، قيمتها 50 فولت، شايف كيف؟ وانت قاعد بتزيد، شو اللي بصير؟ لما توصل الفي بي ار 50 فولت، شو اللي بصير؟ حسب الفيزيكال ستراكشر للدايود، خلينا نقيم النقطه هذه، اوكي، شايفين هذا الفيزيكال ستراكشر للدايود؟ حكينا انه لما يكون الدايود موصول في وضعيه انحياز عكسي، اللي بيتحرك عنا من منطقه لمنطقه في وضعيه الانحياز العكسي مش الميجوريتي تشارج كاريرز، لا الهولز اللي موجوده في البي تايب بتقدر تنتقل من هون لهون، ولا الفري الكترونز اللي موجوده في الان تايب بتقدر تتحرك من طرف لطرف. فعليا اللي بيقدر يتحرك من طرف لطرف هي الماينوريتي تشارج كاريرز، يعني البي تايب الماينوريتي تشارج كاريرز عباره عن الفري الكترونز، كفيله انها تقدر تتحرك حسب اقطاب البطاريه من منطقه البي تايب لمنطقه الان تايب. والميجوريتي والماينوريتي تشارج كاريرز اللي موجوده في الان تايب، هاي اللي هي عباره عن الهولز، تقدر تتحرك من منطقه الان تايب لمنطقه البي تايب. هلا هذه لما يكون انت حاطط جهد عالي كثير من البطاريه، يعني تكون حاطط جهد البطاريه قديش؟ 50 فولت، ايش اللي راح يصير بالضبط؟ راح تكسب الفري الكترونز اللي موجوده هون اللي هي الماينوريتي، والهولز اللي موجوده هون اللي هي برضه ماينوريتي، رح تكسبها كينيتيك انرجي، طاقه عاليه جدا انها تقدر ايش؟ تدمر البارير بوتنشال هذا، اوكي؟ متى ما تدمر عندي البارير بوتنشال هذا، الدايت بفقد خصائصه وعلى طول بدخل في وضعيه بسموها الريفرسبل بريك داون ريجن، ومش راح يشتغل معي كدايت انيمور، بصير يشتغل كمقاومه، مفهوم كيف؟ اذا هذه المنطقه تدمرت بتصير التشارج كاريرز اللي موجوده هون بغض النظر سواء كانت الهولز او الفري الكترونز كلها تقدر تنتقل من البي تايب للان تايب، بينما هون الهولز والفري الكترونز برضه بتنتقل على الجهه الثانيه بدون اي ريستريكشن، which is not preferable، هذا الشيء مش مرغوب فيه من مره. فعشان هيك دائما وابدا لما بدي اجي اشغل الدايود في وضعيه انحياز عكسي، استنى وين احنا وين كنا نحكي؟ هون، هي زي ما انت شايف هيك في وضعيه انحياز عكسي، بدك تكون حريص اشد الحرص انه الفي بي ار هاي ما نوصل قيمتها، يعني لو كانت الفي بي ار في الداتا شيت بتساوي 50 فولت، بدي اكون هذه قيمه
اسمية الريتد فاليو، القيمة الفعلية جهد البطارية، يعني معك مجال تغير من الصفر خلينا نقول 49 فولت، اوكي، يعني زيد او قلل، يعني تحرك من بين الصفر و49 فولت في جهد البطارية باستمرار، انت وين بتضلك موجود؟ في السيف ريجن، المنطقة هذه فيش اي مشكلة. واضح كيف؟ واحد فيكم بلش يرفع الجهد من 50 51 لوصله لل100، على طول الدايد راح ينهار معانا، راح منطقة الديبليشن ريجن تنهار. الدايد هون شو راح يسوي؟ راح يمرر قيمة تيار عالي. شايف كيف؟ هذه بسموه شارب رايز ان اي اس او شارب ديكي، انخفاض كبير في الاي اس. اوكي، هون هذه المنطقة اسمها بريك داون ريجن، انهار الدايود عندها بريك داون ريجن. واضح كيف؟ طيب متى ما دخل الدايود منطقة البريك داون ريجن، بتسأل طيب لو رجعت فصلت البطارية بقدر يطلع منها؟ لا، مستحيل بقدرش يطلع منها خلص. يعني عمليا هذه لو بدك تشوفها انت، الدايود بدخن بطلع ريحة، تعرف على طول انه انحرق. كل اللي بدك تعمله بدك تفكه وتركب دايود ثاني جديد، اوكي، وهالمرة لما بدك تشغله في وضعية الانحياز العكسي، أول إشي بدك تعمله تطلع على الماكسيمم ريفيرس فولتج اللي هي الفي بي ار، هذه بتكون مكتوبة على الداتا شيت، أوكي، بتشوف قديش قيمتها. فإذا كانت مثلا 50، معي مجال أغير في جهد البطارية من الصفر لل50 أو أقل، يعني بتضيف سيفتي مارجن مثلا 1 فولت، بتقول خلص معي مجال اغير من الصفر لل49، بضلني اتحرك في المنطقه هاي، فيش اي مشكله. مفهوم كيف؟ بس يعني عشان تعرف في النهايه انه الرقم اللي موجود تبع الفي بي ار خط احمر، تصيرش ولا باي حال من الاحوال تعد هذا القيمه اللي مكتوب اللي موجوده هون. مفهوم كيف؟ ففي كلمتين بس مصطلحين بيستخدموهم كثير في الالكترونكس، في شيء بسموه ريتد فاليو وفي شيء بسموه اكتوال فاليو. هلا اي قيمه انا بقراها في الدائره الالكترونيه تبعتي او بحسبها مثلا بسموها دائما اكتوال فاليو. مفهوم كيف؟ طيب اي قيمه ثانيه مثلا بشوفها في الداتا شيت، يعني لما بفتح الداتا شيت لهي القطعه اللي رقمها هيك، بشوف عندي هون مجموعه ارقام، ايش بسموهم هذول؟ هذول بسموهم ريتد فاليو. شو يعني ريتد فاليو؟ خطوط حمراء. فاهم شو خطوط حمراء؟ يعني ما بصير ولا باي حال من الاحوال لما اجي اشغل الدايود هذا في الدائره الالكترونيه تبعته، التيار الفعلي يزيد عن التيار الاسمي. متى ما زاد التيار الفعلي على التيار الاسمي او الجهد او القدره او اي شيء ثاني، على طول الدايود راح ينحرق عنه. فعشان هيك احنا دائما في التصميم، العلماء لما بيجوا بيصمموا الدائره الالكترونيه، بغض النظر شو نوع السيمي كوندكتر ديفايس، سواء كان دايود ترانزستور او كومبينيشن مع اي سي، بيهتموا كثير دائما القيم الفعليه الموجوده عندي في الدائره، سواء كان تيارات جهود قدرات اي سي دي سي، كلياتها لازم تكون اقل من التيارات من القيم الاسميه اللي انا بشوفها على الداتا شيت. واضح كيف؟ طيب في حدا عنده سؤال او استفسار عن الحكي اللي حكيته هون؟ خليني امشي في الملاحظات اللي مكتوبه هون قبل ما ننتقل للسلايد اللي بعده. بيحكي هون في حاله الانحياز العكسي، حتى تقدر تحط الدايت في وضعيه انحياز عكسي، بتكون الطرف الانود على طرف البي تايب والكاثود على طرف الان تايب. هلا هذه الانود كيف جايبينه احنا على القطب السالب والكاثود جاي على القطب الموجب؟ في الريفرس بايس مود الدبليشن ريجنز دائما بتكون ايش؟ افكتفلي وايد، بتتوسع معانا منطقه الدبليشن ريجن، وحكينا شو السبب. هذه الدبليشن ريجن تمنع انتقال الميجوريتي تشارج كاريرز. احنا حكينا يعني اكثر من سبب لمنع انتقال التشارج كاريرز في حاله الانحياز العكسي من منطقه لمنطقه. احنا كنا البرايمرلي كان ايش؟ الاقطاب بتمنعهم، وبرضه كمان الدبليشن ريجن بتمنع انتقالهم من منطقه لمنطقه. مفهوم كيف؟ لانه ما في عندهم طاقه كافيه. هذا الديفيشن ريجن عباره عن طاقه، فحتى تقدر تنقل الهول مثلا من هون لهون بده طاقه عاليه جدا يقدر ينتقل. طيب استنى شوي. ديفيشن ريجن كومبليتلي بلوكس هي اول ماجوريتي تشارج كاريرز، هاويفر سمول اماونت اوف ماينوريتي كاريرز ار ايبل تو ترافل ثرو ذا دايود. بضل في معي مجال لماينوريتي تشارج كاريرز هذه
اللي هي فري الكترونز هون والهولز اللي موجودة هون تنتقل من منطقة لمنطقة، واضح كيف؟ This creates، هذا بشكل كمية قليلة جدا من التيار، هذا التيار بسموه الريفيرس ساتوريشن كارنت أو الريفيرس كارنت، نفس الشيء، مفهوم كيف؟ إذا إحنا زدنا الجهد على أطراف الديود، أوكي، في وضعية الانحياز العكسي من خلال زيادة جهد البطارية، بضل الآي إس تقريبا عندنا ثابت، لأنه التمبريتشر بتكون ثابتة على الترانزستور. هلا في حالة معينة كان فيها جهد البطارية زي ما هو مكتوب هون أعلى من قيمة الـ VBR اللي موجودة هون اللي هي الريتد فاليو، على طول الدايد راح ينهار معنا ويدخل في منطقة الريفرسبل بريك داون ريجن، فعشان هيك راح يفقد خصائصه ينهار، ما راح نقدر نسوي له شيء إلا نغيره، واضح كيف؟ طيب احنا هون بدنا نتكلم عن حاجة كثير مهمة، بدنا نحكي كيف تقرأ الداتا شيت. الداتا شيت شغلة كثير كثير مهمة لأي سيمي كوندكتر ديفايس. هلا بالنسبة للدايودز دائما البارت نمبر للدايود ببلش بواحد ام، هذا الرقم مثلا لما انت بدك تشتري الدايود بتلاقي الرقم هذا مكتوب على الدايود، ليش بحطوا رقم على الدايود مثلا؟ ليش مثلا ما بيبيعوك دايود مش مكتوب عليه ولا شيء؟ صعب كثير، السبب لانه مهم هذا الرقم اللي بحطوه على الدايود بيكون عبارة عن حلقة الوصل بين خصائص الدايود وبين المعلومات اللي موجودة في الداتا شيت اللي بتخصه، واضح؟ انا هذا الرقم لما بشوفه على الدايود، واضح، وبكتبه على الجوجل بيطلع معي الداتا شيت زي ما انا شايف هون. هذه الداتا شيت فيها معلومات كثيره، جهود، تيارات، قدرات، بدي استفيد منها حتى اقدر استخدم الدايود بشكل سليم في الدائره الالكترونيه عندي، واضح كيف؟ اول حاجه مثلا في معلومات زي، خلينا نقرا لو فورورد فولتج دروب، يعني الفورورد فولتج دروب عندي اياه هون، صح انه مصنوع من السيليكون بس قديش تقريبا قيمته 41% فولت، which is good. هلا في عندنا كمان fast switching speed، يعني بيستجيب لترددات عاليه، هذا بيحكي التكنولوجي تبعته surface mount، يعني بتثبت على سطح البي سي دي، ما له ارجل بتفوت من خلال البي سي دي مش ثرو هول. هذا الباكج ستايل تبعه اس او دي، هذا الرقم اللي موجود هون بحدد كيف الفيزيكال ستراكشر، كيف التركيبه يعني كيف الشكل الميكانيكي له بيكون مع الابعاد، هذا الرقم بالشكل مع الابعاد تبعت الديود، مفهوم كيف؟ خلينا نيجي نشوف الاشياء المهمه اللي مظللها باللون الازرق الفاتح. هاي اول حاجه بدي انا مثلا الفورورد طلع، خلينا نقرا المعلومه هاي، بيك ريبيتيتف ريفرس فولتج او الوركينج بيك ريفرس فولتج او الدي سي بلوكينج فولتج، هذا الجهد اللي بيتحمل اعلى جهد بيقدر يتحمل الدايود في وضعيه الانحياز العكسي. يعني انا شوفوا علي لما بدي الرقم 70 اللي موجود هون، خلينا نرجع للمثال هذا، الفي بي ار هذه الرقم بيسال الطالب قديش تكون الفي بي ار على حسب ما قرات انا اخر مره 70 فولت. يعني انا لو بدي احط هذا الدايود في الدائره هاي معك مجال تغير في جهد البطاريه من الصفر لل 70 فولت. اوكي سيف، اللي انت هيك بضل الدايود شغال معنا، بس اذا فيما لو زاد الجهد على جهد البطاريه فوق ال 70 فولت، اذا انت هيك فعليا الجهد على اطراف الدايود زاد فوق ال 70 فولت، فعشان الدايود هون بينهار معنا، اذا انهار بكون داخل في المنطقه الهاي، هاي منطقه خطر، اذا دخل فيها راح ينحرق على طول، مفهوم كيف؟ هذه عشان هيك مهم جدا تعرف انه انا لما بدي اشغل الدايود بدك تراقب الجهد، خلي عينك على الجهد، اي جهد فعلي على اطراف الدايود في الدائره عندي لازم يكون اقل من الجهد الاسمي اللي انا شايفه وين على قراءته، اللي انا قراءته من الداتا شيت. اوكي، هذا الجهد الاسمي اللي قيمته 70 فولت. اوكي، هلا في حاله الانحياز الامامي لما انا بدي اجي اشغل الدايت في وضعيه انحياز امامي، بيحكي لك انه اعلى تيار بيقدر يتحمله قديش قيمته؟ قليله، 15 ملي امبير. كيف يعني؟ هلا تعال نشوف دائره بتشغل الدايت في وضعيه انحياز امامي، هي الدائره اللي موجوده هون، واضح؟ هذه الاي دي شوي صغيره، انت هون بتيجي بتختار تختار مثلا قيمة جهد معينة، يعني يمكن تكون 3 فولت، قيمة هذه مش مشكلة، قيمة هون بتحط 3 فولت، والآر هون بتحطها مثلا 5 أم،
اوكي، هذه الحاله مثلا فلنفرض جدلا يعني كانت كفيله انها تخلي التيار اللي مار خلال الديود 15 ملي امبير. اوكي، طيب واحد فيكم خفض جهد البطاريه وخلى قيمه المقاومه، نزل الجهد صار قديش مثلا 12 ملي امبير. طيب جيت رفعت قيمه المقاومه اللي موجوده هون من 5 اوم رفعتها ل 10 اوم، صار برضو ايش؟ زياده المقاومه راح تقلل التيار، صارت هذه 9 ملي امبير. هذه التيارات كلها سيف، ما فيش، ما بتشكل على الديود اي خطر. بس اذا واحد فيكم اجى قال اذا انت لما كنت حاطط هاي 5 اوم وهاي 3 فولت 15، اجى قال لا بدي ارفع جهد البطاريه من 3 فولت ارفعه مثلا ل 10 فولت. اوكي، هلا خلينا نقول لو كان عندك هذا الديود في وضعيه في الفيرست ابروكسيميشن، اوكي بيكون شورت سيركت في وضعيه انحياز امامي، فبتصير قديش التيار اللي معدي؟ بتقول 10 فولت جهد البطاريه مقسوم على 5 اوم، قديش بصير التيار؟ 2 امبير. شو رايكم؟ هذا التيار اللي فعلي، التيار الفعلي اللي معدي خلال الدايود. طب التيار القسمي قديش قيمته؟ 15 ملي امبير. ملي امبير، هل يا ترى الدايود راح يضل راح يشتغل عادي ولا راح ينحرق؟ راح ينحرق معنا على طول، لانه التيار الفعلي اللي مار خلاله قديش قيمته؟ 2 امبير، اعلى من التيار القسمي اللي شفناه على الداتا شيت اللي قيمته 15 ملي امبير. فعشان هيك الرقم هذا ال 15 ملي امبير خط احمر، لما انا بدي اجي احط الدايت في وضعيه انحياز امامي بصيرش ولا باي حال من الاحوال، لو اختار لما اجي اختار الفي بي والار يزيد قيمه التيار اللي مار خلال الدايت عن ال 15 ملي امبير. واضح كيف؟ فيش اشي اسمه، بتقول لي زميلتكم اسراء عودة بريك داون فولتج، فيش اشي اسمه بريك داون فولتج في الفورورد بايس مود. البريك داون بصير في حالة الانحياز العكسي، واضح؟ فيش هاي الانحياز العكسي. هاي البريك داون ريجن هذه بتصيرش الا اذا كان البيض محطوط في وضعية انحياز عكسي، واضح كيف؟ طيب خلينا نكمل. هلا هاي هذه فهمناها. النقطة اللي بعدها، انت في الانحياز الامامي، خليني اقول لك شغله. هلا في الانحياز الامامي لما تحط الدايت في وضعية انحياز امامي، تعالي نشوف. طب اوكي، خليني اشرح النقطة اللي بعدها، لانه يمكن انت الاجابة الشرح اللي شرحت اشرح في النقطة اللي بعدها يكون اجابة للسؤال تبعك. اوكي، طيب هلا عرفنا الجهد في حالة الانحياز العكسي 70 فولت، شفنا هذا التيار في حالة الانحياز الامامي اعلى تيار بيقدر يتحمله 15 ملي امبير. في حاجة ثالثة كثير مهمة تحكي، هذه الباور ديسيبيشن، يعني قدرة الدايود على تبديد تبديل القدرة على شكل حرارة 150 ملي وات. هلا هاي كيف بدي مثلا لو بدي اجي اشغل البيت وفي وضع سليم، كيف بدي اتاكد انه القدرة اللي قدرة الدايود الفعلية ما تزيد عن القيمة الاسمية اللي هي 150 ملي وات؟ كيف بدنا نعمل؟ لما نيجي نشغل الدايود، تعال نرجع على وضعية تشغيل الدايود في حالة الانحياز الامامي. هي هذه وضعية تشغيل الدايت في حالة الانحياز الأمامي. فلنفرض جدلا إنه هذا التيار، أوكي خليها الأرقام اللي موجودة هون، هذا التيار اللي موجود هون أي بي إيش ماله؟ أقل من التيار القسمي اللي كان قيمته قديش؟ 15 ملي أم، صح ولا لا؟ طيب وهذا الجهد اللي موجود هون 22% فولت. بدي اجي اشوف انا هلا، بدي اتاكد واشوف هل يا ترى الباور ديسيبيشن، الريال باور ديسيبيشن على الدايود لما بدي اجي احسبها هون راح تكون اقل ولا اعلى من الريتد باور ديسيبيشن اللي شفتها على الداتا شيت. هلا البي دي، استنى شوي، البي دي الريتد، شي الريتد الموجوده على الداتا شيت قديش قيمتها؟ 150 ملي وات، صح ولا لا؟ طيب
هلا بدي اجي احسب البي دي ايش اكتوال. البي دي اكتوال قديش بدها تساوي؟ البي دي اكتوال تساوي الاي دي، سهل جدا جوت في التيار في الفي دي. قديش الاي دي عندنا هون؟ 10.56 × 10^3 ضرب قديش؟ 22% فولت. هاي مشكلة مع الشيء الحاسب، قديش بتطلع تقريبا؟ 2 اظن 2.1 واط. هذه بتطلع، حدا معاه آلة حاسبة فيكم بس يضرب لي هذا الرقم في هذا الرقم قديش بيطلع يقول لي. اوكي قديش طلع القدرة؟ 2.3 واط. خلينا نفرض، شو رأيكم؟ هل يا ترى هذا القدرة اللي حسبتها أنا هون، القدرة الفعلية على الدايود، بتشكل خطر على الدايود نفسه ولا عادي بيشتغل؟ أكيد بتشكل خطر. ليش؟ لأنه القيمة الإسمية اللي محطوطة على الداتا شيت 150 ملي وات، بقول لك أعلى قيمة لما تيجي تضرب الجهد والتيار بتوصل 150. أي قيمة أقل من ال 150 الدايود بتضله شغال عادي. بس إذا أنت والله جيت ضربت الجهد بالتيار وطلعت معاك قيمة القدرة اللي حسبتها أو قيمة القدرة الفعلية أعلى من القيمة الإسمية، على طول الدايد راح ينحرق معنا. واضح كيف؟ فعشان هيك شرط مهم كتير لما أنا بدي أجي أشوف يعني هل الدايد بيقدر يشتغل عندي بشكل سليم، بدك تبحث في عدة شروط. أول حاجة واضحة هاي، خلينا نحكي نرجع على الداتا شيت ونشوف. أول حاجة الجهد على أطراف الدايود في حالة الانحياز العكسي دائما لازم يكون أقل من 70 فولت، أقل أو يساوي 70 فولت. الحاجة الثانية، قيمة التيار اللي مار خلال الدايود في حالة الانحياز الأمامي أقل أو تساوي 15 ملي أمبير. واضح كيف؟ هم ما بيحكوا تساوي، بحطوا أقل لأنه في سيفتي مارجن، هذه عشان مرات تغير درجة الحرارة، حتى لو حطيت التيار يمكن مرات 15 يمكن تحرق الدايود. طيب الحاجة الثالثة، إنه لما أجي أحسب الجهد والتيار في حالة الانحياز الأمامي، لما عفوا لما يكون عندي قيمة للجهد وقيمة للتيار في حالة الانحياز الأمامي، صح قيمة الجهد هذه والتيار سليمات كثير ما بخربوا الدايود، بس مهم جدا أنت شو، بس مهم جدا شو تعمل، تضرب الجهد بالتيار وتشوف قديش الباور ديسيبيشن. هلا الاكتوال باور ديسيبيشن اللي حسبتها انت لازم دائما وابدا تكون اقل من 150 ملي وات. اذا كان عندك الباور ديسيبيشن اعلى من ال 150 ملي وات، اذا هذا الشرط اختل، فشو بصير في الدايد؟ راح ينحرق معانا على طول. مفهوم كيف؟ شو هذا؟ انا بس مش مشكلة، انا بس فرضت الارقام، يعني انتوا الارقام هذه مش دقيقة، مش تختار بشكل دقيق، يعني خلينا نحكيها فرض. يعني وصلت الفكرة ولا كيف؟ واضحة للجميع قبل ما ننتقل للموضوع اللي بعده؟ في حد عنده أي سؤال أو استفسار يسأل؟ مين سألت آخر مرة؟ شوي صغير الشات كان يسأل. إسراء عودة، واضح يا إسراء؟ واضح دكتور، بس ما فهمت جزئية إنه يعني مثلا أنا حكيت إنه ليه ما في بريك داون فولتج بالفورورد مود، يعني الفورورد مود ممكن يتحمل أي فولتية أو إنه حسب الداتا شيت الموجودة لا عندي؟ انت لما تشغل الدايود هي هون طلع كيف. هلا بحكي انه الدايود مثلا لما نيجي نشغله في وضعيه انحياز امامي، شايف كيف في عندي قيمتين مختلفات حسب التيار اللي مار خلاله. بتكون قيمه الفي اف تتراوح ما بين 41% فولت، اوكي، لل1 فولت. لما كان عندك الفي اف 41% فولت، قديش كان التيار اللي مار خلاله؟ كان تيار قليل. واضح؟ هلا اعلى قيمه جهد بيقدر، طلع كيف، اعلى قيمه جهد تتشكل على اطراف الديود لما بكون التيار اللي مار خلاله قديش بيساوي؟ ال 15 ملي امبير قديش؟ 1 فولت. عرفت كيف؟ فها يعني اي مثلا اذا انت جيتي رحتي وصلت الدايود في وضعيه انحياز امامي، اوكي،
زدت جهد البطارية، رفعت، صار التيار اللي مار خلال الدايود في حالة الانحياز الأمامي مش 15 ملي أمب، صار مثلا 20 ملي أمب، الفي اف راح تزيد، هذا راح يشكل خطر على الدايود لسبب بسيط. ليش؟ لحاجتين. الحاجة الأولى أن التيار اللي مار خلال الفعلي، التيار اللي مار خلال الدايود أعلى من القيمة الإسمية اللي هي 15 ملي أمبير، هاي واضح كيف؟ إذا هذا اختل الشرط. والحاجة الثانية، لما أنت تيجي تضرب التيار في الجهد حتى تشوف قديش القدرة، ما راح تطلع معك 50 ملي وات قيمة أقل أو تساوي 150 ملي وات هون، وإنما راح تكون قيمة أعلى، فلأنه هذا اختل وهذا اختل، الدايود على طول راح ينحرق معنا. واضح كيف؟ احنا عشان فهمت. هيك بعيد بحكي، لما بدنا نشغل الدايود في وضعية انحياز أمامي بتراقب التيار وبتتأكد إنه أي تيار عندي مار في الدايود لازم يكون أقل من 15 ملي أمب. نفس الإشي لما بدي أجي أشغل الدايود في وضعية انحياز عكسي بدي أراقب الجهد وأتأكد إنه أي جهد على أطراف الدايود في وضعية انحياز عكسي لازم تكون أقل من 70 فولت. هاي واضح كيف؟ هلا في حالة الانحياز الأمامي أنت راقبت التيار، أوكي، وبرضه كمان بتشوف بتقرأ الجهد على أطراف. هلا مرات بتصير، طيب بتصير مرات، هلا كيف؟ حطيت التيار اللي مار خلال الدايود، ركزوا معي، مثلا 13 ملي أمب، أوكي، يمكن يكون الدايود ينحرق معك. ليش؟ لأنه أنت لسه بضل، لا مهم جدا تتأكد من هذا الشرط. شو تعمل؟ تحسب التيار الفعلي المار خلال الدايود وتضربه بقيمة الجهد الفعلية اللي موجودة على الدايود. لما تضرب القيمتين مع بعض لازم تتأكد 100% إن الباور ديسيبيشن أو قيمة القدرة اللي حسبتها أقل من إيش؟ ال 150 ملي وات. هاي مفهوم كيف؟ عشان هيك بدي أتأكد، أي يعني لما بدي أجي أتأكد إنه الدايود شغال عندي 100%، ثلاث حاجات معلش. في الريفيرس أي جهد على الدايود لازم يكون أقل من 70، في حالة الفورورد أي تيار بيمر خلال الدايود لازم يكون أقل من 15 ملي آم، والحاجة الثالثة باجي بشوف الدايود في حالة الانحياز الأمامي بشوف قديش التيار اللي مار خلاله والجهد على أطرافه بضربهم في بعض، لما بحسب قيمة القدرة، أوكي، لازم تكون القيمة اللي بحسبها شو مالها أقل من قد من ال 150 ملي وات. مفهوم كيف؟ إذا أي واحد من هدول اختل على طول الدايد راح ينحرق معنا. هلا بضل آخر إشي بدنا نشوف فوني قديش قيمة التيار التسريبي خلال الدايود. طبعا قيمة التيار التسريبي دائما بكون الملاحظة هاي بتكون مربوطة مع زي ما انتم شايفين مع تمبريتر. الليك الريفرس ليكج كرنت هون قديش قيمته؟ 200 نانو امب. واضح كيف؟ لما كانت التمبريتر 25 درجة مئوية. مفهوم كيف؟ هذا كل إشي بيتعلق بالكاركتر بالداتا شيت الخاصة بالسيمي كوندكتور دايود. في حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ طيب خلينا نشوف هون تطبيقات بسيطة على الدايود، ناخذ اكزامبل واحد واللقاء الجاي بنكمل تو اكزامبلز. هلا في تطبيقات مختلفة للدايود، في أهم التطبيقات اللي هو استخدام الدايود في دوائر الـ AC، هذا راح نتكلم عنه لاحقا، بس احنا اليوم بدنا نركز على استخدام الدايت في دوائر الدي سي، مع انه هذا بيكون لوش مش مالوش استخدامات واسعه. هون بدنا نيجي نشوف مثال بسيط على استخدام السيمي كوندكتر دايود في دوائر الدي سي. الدائره اللي موجوده معانا هون كيف عرفنا انها دي سي؟ لانه فيها مصدر تغذيه دي سي، قيمه جهد الدي سي هون 10 فولت. هذه الدائره اللي عفوا الدايود هون موصول مع الدائره هاي من خلال فولتج ديفايدر ارينجمنت. هلا شو اللي طالب؟ طالب انه الدايود هذا حاطينه في وضعيه البراكتيكال دايود، يعني مستخدمين السكند ابروكسيميشن. نوع الدايود عباره عن سيمي كوندكتر دايود، واضح كيف؟ موصل على التوازي مع المقاومه R2. هلا احنا بدنا نجتهد عشان نشوف في اي وضعيه بيشتغل الدايود، هل راح يشتغل في وضعيه انحياز امامي ولا انحياز عكسي؟ الحاجه الثانيه، إذا كان بيشتغل في وضعية انحياز أمامي هل بكون في وضعية أون ستيت ولا أوف ستيت، ونشوف قديش التيار اللي مار خلاله. في طريقة جدا مهمة في تحليل دوائر الدي سي خصوصا لما نتعامل مع الدايود، الطريقة هاي أخذناها بالدوائر الكهربائية بسموها الثيفنينز تكنيك.
الثيفنز تكنيك انه بتقدر انت تيجي على اي دائره كهربائيه كبيره معرفين الطرفين عليها اللي هم من خلال اكس واي زي ما احنا شايفينه هون، بامكاني اختزل الدائره هاي. هذه طبعا دائره بسيطه، بس في دوائر كهربائيه ثانيه بتكون اكبر من هيك بكثير، بامكانك تختزلها في سمبل ايكوفلنت ثيفنز ايكوفلنت سيركت موديل زي ما احنا شايفينه. طبعا الكل فيكم بيعرف انه الثيفنز ايكوفلنت سيركت موديل دائما بيحتوي على عنصرين في ثيفنين وار ثيفنين، وبنعرف كيف طرق ايجاد الار ثيفنين وطرق ايجاد الفي ثيفنين. هلا هون مثلا الدائره اللي موجوده هاي اذا بدي اجي احسب قيمه الار ثيفنين، اوكي سهل جدا، شو بدنا نعمل؟ لازم نتخلص من مصدر الجهد اللي موجود هون. طبعا تخلصك من مصدر الجهد بكون حسب السوبر بوزيشن تكنيك. السوبر بوزيشن تكنيك بقول انه دائما اي مصدر جهد بغض النظر سواء كان بطاريه اوكي او يعني رمز ثاني زي مصدر تغذيه دي سي تحول لشورت سيركت، بينما مصدر التيار شو بصير؟ عباره عن اوبن سيركت. هلا لانه هاي بطاريه لما تصير عندي شورت سيركت وانا اجي اشوف قيمه الار ثيفنين وين بتكون الار ثيفنين على الطرفين هذول المعرفين هون اللي هم ار اكس واي هي نفسها الار ثيفنين، شو بشوف؟ بتلاحظ انه ار 2 وار 1 كيف جايين مع بعض؟ راح يجوا مع بعض على التوازي. لما باجي بحسبهم بشوف على الصفحه اللي بعدها هي ار ثيفنين، هي القانون تبعهم سهل جدا. قديش بتطلع معي قيمه الار ثيفنين؟ 4.55 اوم. واضح كيف؟ هذه الار ثيفنين. هلا في حاجه ثانيه بدنا نشوف قيمة الفي ثيفنين، وين دائما الفي ثيفنين بتكون؟ على برضو الطرفين اللي عرفناهم احنا هون اللي هم الاكس والواي. في اكس واي هي نفسها الفي ثيفنين. طيب كيف بدنا نحسبها؟ سهل جدا. نلجأ لايش؟ للسمبل اناليتيكال سيركت تكنيكس، هي الطرق التحليلية للدوائر الكهربائية. هون بدناش نعقدها كثير، نستخدم الفولتج ديفايدر رول، بتقول انه جهد البطارية مضروبة في ار 2 على حاصل جمع ار 1 زائد ار 2. لا السوبر بوزيشن هي فكرة فيها لما تيجي تتعامل مع الفولتج سورس، كيف كنت انت لما عشان هذا. طيب هلا انت بتعرف السوبر بوزيشن لما تكون تتعامل مع دائره فيها اكثر من مصدر تغذيه دائما بتخلي وان سورس اكتف والباقي شو بصيروا ان اكتف. هون ما في داعي، هذه افضل شيء لو بدك تحلل دوائر زي هيك تستخدم الثيفنز تكنيك. اوكي انت بتتذكروا في الدوائر الكهربائيه اخذت يمكن 11 طريقه لتحليل الدوائر او 10 طرق وكلياتهم بوصلوك لنفس الجواب، بس شو الاختلاف؟ الاختلاف بضل انه في شيء سهل، طرق تحليليه سهله بتوصلك للاجابه بشكل سريع، وفي شيء بتاخذ وقت طويل لتصل للاجابه. فنفس الشيء هون، احنا دائما لما تتعامل مع دايود في دائره دي سي افضل شيء تستخدم الثيفنز ايكوفلنت سيركت. واضح كيف؟ طيب هلا الفي ثيفنن هاي شو بدها تساوي؟ بدها تساوي حسب القانون هذا هي جهد البطاريه مضروب في ار 2 على ار 1 زائد ار 2 سورس ترانسفورميشن. سورس بظبط بظبط السورس ترانسفورميشن عادي، فيش مشكله. تحول هذه لكرنت سورس بتصير هاي هاي على التوازي برضه بصير. انا مشكله السؤال بقدرش احله بثلاث طرق عشان الوقت، يعني بس بحل بطريقه واحده في النهايه بتوصلني للاجابه. طيب هذا بس الفكره فيه عشان تفهمك الجانب التطبيقي من الثيفنز ايكوفلنت سيركت. هلا احنا شفنا القانون تبع الفي ثيفنن، اوكي عوضنا الارقام طلعت مع الفي ثيفنن قديش قيمتها 91% فولت. هلا شو بنعمل؟ نيجي بنشوف انه فيش اي مشكله استبدل الدائره المكونه من الجهد من البطاريه وار 1 وار 2 بالعنصرين هذول اللي هم الار ثيفنن والفي ثيفنن. هلا لعلمك الدايود كانه ما تغير عليه ولا شيء، ليش؟ لانه الدايود في الدائره الاصليه التيار اللي مار خلاله خلينا نسميه اي 1 اوكي، وفرق الجهد المتكون على اطرافه خلينا نسميه برضه في 1، والقدره اللي بتكون حاصل ضرب اي 1 وفي 1 خلينا نسميها بي 1. هلا هذه القيم اللي اي 1 وفي 1 وبي 1 مش راح تتغير عندي لما اجي احول الدائره من الاوريجينال سيركت للثيفنز ايكوفلنت سيركت هون.
مفهوم كيف يعني؟ بضل التيار اللي معدي. لعلمك هون هذا الحكي كنت انا لما اشرح الدوائر كنت افرج الطلاب، يعني الدائره الاصليه بنحسب قديش التيار اي واحد، ونيجي على ثيفنز ايكوفلنت سيركت ويطلع التيار نفس المقدار. وعندك هون في واحد الجهد برضه، فرق الجهد على اطراف الدائره راح يطلع برضه نفس المقدار، وتيجي تحسب القدره برضه تطلع نفس الشيء. مفهوم كيف؟ يعني كانه سواء الدايد موجود في الدائرة، موصول في الدائرة الأصلية، أو موجود على أطراف الثيفنز إيكوفلنت سيركت، ما تغير عليه ولا أي شيء، ما تغير عليه لا الجهد ولا التيار ولا القدرة. طب شو اختلف؟ اللي اختلف إنه أنت لما تيجي تتعامل مع دائرة، أنو أسهل لك في التحليل تتعامل مع دائرة شكلها زي هيك ولا شكلها زي هيك، مصدر جهد واحد مع مقاومة واحدة؟ لا، أكيد أتعامل مع دائرة الثيفنز إيكوفلنت سيركت اللي بيكون فيها الكومبوننت كاونت فيري ليس، يعني أعداد القطع بتكون فيها قليلة. واضح كيف؟ طيب هلا الخطوة اللي بعدها، لما سوينا الدائرة بهذا الشكل بدي أجي أشوف هل يا ترى الدائرة هذه كفيلة إنها تحط الدايت في وضعية الأورن ستيت ولا لا؟ أكيد. ليش؟ لأن جهد مصدر التغذية البي ثيفنين 91% فولت أعلى من البارير بوتنشال لقيمته 7/10 فولت، فهذا كفيل إنه يحط الدايت في وضعية الأورن ستيت. إذا هون لو بدي أحسب قيمة التيار بكل بساطة، التيار شو بدي يساوي؟ جهد مصدر التغذية ناقص 7/10 مقسومة على الآر ثيفنين اللي هي قيمتها 4.55، فبيطلع معي قيمة الفورورد كرنت. مفهوم كيف؟ هيك احنا حسبنا الفورورد كرنت وجزمنا 100% ان الدايت شغال في وضعية انحياز امامي.